تعالى ينطلق بحفظ الله ورعايته هذا الشوط الرئيسي، هذا الشوط الحساس، هذا اللي تبى تحبس فيه الانفاس. كاس جمعية خطار التعاونية لصاحب المركز الاول بهذا الشوط، شوط الجزاع الابكار، المسافة 5 كيلومترات، مسافتي وانطلاقي هذا الشوط مع المتنافسين الذين تنافسوا وحققوا لهم انجازات يشاركون بهذه الانطلاقة الختامية الرئيسية بهذا الشوط الأخير، الشوط الأخير وهو شوط الكاس، شوط الكاس لصاحب المركز الأول المشارك والمنطلق بمثل هذه المنافسات المشرفة. انطلاقة موفقة، انطلاقة جميلة. شكرا للجنة المنظمة على هذا التنظيم الرائع والمتميز للغاية بانطلاقة هذا الشوط، الشوط الأخير. أيضا انطلاقتنا من 5 كيلومترات وكأس جمعية خيطان التعاونية، رصدت هذه الجائزة لصاحب المركز الأول بهذا الشوط. إذا انطلاقة المقدمة، انطلاقة المركز الأول مع صدارة الشوط، مع المنافسة الرياضية هي اللي انطلقت مع هذا الشوط لمهدي بن مالع. العجمي يتواجد مع المركز الأول بهذا الشوط وبهذا الانطلاق. المركز الثاني هناك هملولة لحسين بن دواس. العجمي من يتواجد مع ثاني المراكز انتقل مباشرة مع المركز الثالث. هناك مزايا او مذيار، مذيار لشنار بن محمد الهاجري، انطلقت مذيار مع المركز الثالث في هذه اللحظات. رابعا جبارة والجبروت لله سبحانه وتعالى مع السيد حمد بن نومان المري المتابع مع هذه الانطلاقة على رابع المراكز. المركز الخامس هناك من وصلت، ندى المهدي بن مالع العجمي مع المركز الخامس في هذا الشوط. المركز السادس في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق تصل الدرعية لحسين بن دواس العجمي مع سادس المراكز بهذا الشوط. المركز السابع ومنافسة، منافسة قوية مع اللعابة، اللعابة المهدي بن مانع العجمي مع المركز السابع. المركز الثامن الشاهينية لناصر بن مطر الفضلي. وتاسعا هناك وصايب للسيد ربيح بن فراج الوطيب العجمي يتواجد مع هذا الشعار. هناك عاشرا وتصل الضبي لحسين بن دواس العجمي مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للعشر المراكز الأولى بالوفاء والتمام، كاملة مكملة. أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول، أعود مع الرياضية، الرياضية منطلقة بهذا الشوط، بهذه الصدارة، بهذه المنافسة، بهذا الإبداع المتميز مع بداية هذا الانطلاق بشوط الختام، شوط الختام، شوط كاس يا ناس، شوط كاس يا ناس مع المركز الأول، مع صاحب المقدمة. لا زالت المقدمة عند الرياضية التي انطلقت من 5 كيلومترات، ولا زالت مع المركز الأول للسيد مهدي بن مانع العجمي مع مقدمة هذا الشوط مع المنافسة. ولكن المركز الثاني، المركز الثاني تصل مذيار، مذيار لشنار بن محمد الهاجري يتواجد مع ثاني المراكز، مع ثاني المنطلقين، احد المنافسين الذين شاركوا وانطلقوا دائما مع هذا الشعار الذي لا يذق طعم الهزيمة، بالمنافسة دائما. وسط الفورمة يا ابو محمد. المركز الثالث هناك جبارة لحمد بن نومان المري مع المركز الثالث. رابعا وتصل الشاهنية لناصر بن مطر الفضل. المركز الخامس هناك من وصلت في هذه اللحظات الدرعية
للسيد حسين بن دوان. العجمي يتواجد دائما مع هذه الانطلاقه، ولكن 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 تصل الواريه، احد المحبين للواريه اعشق هذا الاسم وهي الواريه. مرحبا بالواريه لشباب محمد. الهادي متواجده مع هذا الانطلاق، ولكن شاشه شواشه، شاشه شواشه. مرحبا مرحبا بالجميع، مرحبا بالمتنافسات، مرحبا بالمتنافسات. دائما اعشق التي دائما تتنافس على صداره الشوط. شواشه شاشه وبراسها مليون عفريت تصل مع المركز الرابع بهذه اللحظات لهادي بن مطيع. العجمي يتواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك الشاهنية لناصر بن مطر الفضلي مع المركز الخامس. ما شاء الله تبارك الرحمن، وصلت الوارية، وصلت الوارية لشباب محمد. الهادي مع انطلاقتها الجميلة والمبدعة، دائما انطلاقتها موفقة بهذا الشوط. ولكن أعود مع المقدمة، أعود مع المقدمة، أعود مع صاحبة الكاس، أعود مع صاحبة الكاس التي لها رصدت هذه الجائزة مع هذا الشوط. إذن أعود مع مقدمة الشوط، والشوط شوط كاس يا جماعة، الشوط شوط كاس يا جماعة، كاس جمعية خيطان التعاونية لصاحب المركز الأول بهذا الشوط. إذن مقدمة الشوط لا زالت الرياضية، لا زالت الرياضية، ونحن في رياضة الهجرة العربية الأصيلة. بالفعل هذه الرياضة، هذه الرياضة الجميلة، هذه الرياضة المبدعة، هذه المنافسة المشرفة، هذه المنافسة الحقيقية. يلا يا مهدي بن مانع، يلا يا مهدي بن مانع. وصلت راعية الشوط، وصلت راعية الشوط. مرحبا بالوارية، مرحبا بالوارية، ومرحبا بهذا الشعار. الله يا سلام يا سلام، الله الله. في هذه اللحظات بهذه المنافسة بهذا الانطلاق المتميز، لا زالت الرياضية على المركز الأول لمهدي بن مانع. العجمي مع صدارة الشوط، مع صدارة الشوط، ولكن المركز الثاني هناك الوارية لشناب محمد. الهاجري مع المركز الثاني يا سلام. إذا المشاهدين الأعزاء، الشاهني ناصب المطر الفضلي مع المركز الثالث في هذه اللحظات. بالفعل مشاهدي الكرام، الله، من طول الغيبات جاب الغنايم، من طول الغيبات جاب الغنايم. روح يا ابو محمد، روح يا ابو محمد، روح، روح يا ابو محمد، روح. يا مالك انجازات، ويا مالك انجازات، ويا مالك عروض، ويا مالك انطلاقات، ويا كم حقق لك انجازات. بالفعل هذه اللي احبها، هذه اللي اعشقها، هذه الواريه، هذه الواريه راعيه الشوط. وبالفعل صدقت يوم من قلت راعيه الشوط وصلت، راعيه الشوط وصلت. مرحبا بالوارية، مرحبا بهذا الانطلاق. بالفعل تهانينا يا ابو محمد، تهانينا يا ابو محمد. الشوط صوتك، الشاط كاسك، الشاط كاس شنار ابو محمد، الشاط لابو محمد. بالفعل تهانينا، الف مبروك لشنار ابو محمد الهزل على فوز الوارية في المركز والمركز الثاني. المهدي بن مانع العجمي اللي هي الرياضية، المركز الثالث لناصر مطر الفضلي، المركز الرابع شواشة أيضا الهادي بن مطيع العجمي. تهانينا وألف مبروك لشباب محمد الهاجري على فوز الوارية في المركز الأول وحصولها على كأس جمعية خيطان التعاونية. بالفعل قالوا فعل وراع العوائد، بالفعل بو محمد اللي حقق له هذا الإنجاز وشوط الرمز بهذا الشوط. تهانينا لشباب محمد الهاجري على فوز الوارية. وبالفعل الناموس لجميع الأخوة الفائزين، أتمنى من الذين حصلوا على الكأس التوجه للمنصة وتسليم الجوائز مجد العواض العتيبي.